الدول السابقة شفنا مجموعة من الأمثلة على كيفاش نكتبوا باللغة الإنجليزية، شفنا مجموعة من الأنواع ديال الروايتين، شفنا الفقرة، شفنا الارتيكل، شفنا الإيساي، شفنا الإيميل إلى آخره، ريفيو إلى آخره، وكل درس شفناه بالتفاصيل. هذا الدرس هذا عبارة عن تلخيص لبعض الأنواع ديال الروايتين اللي ديما كيتحطوا في الامتحان الوطني، هما باراجراف والارتيكل والإيميل. غنشوفوا كل نوع ديال الروايتين والمنهجية ديالو وتمرين امتحان وطني سابق وكيفاش نجاوبوا عليه. نبداو بباراجراف ولا فقره. المنهجيه ديال الفقره هي فيها ثلاثه ديال الاجزاء ولا ثلاثه ديال الاشياء. فيها التوبيك سنتس، هي الجمله ديال الموضوع، جملة الموضوع. هما غالبا كيكونوا عاطينك الجملة ديال الموضوع، إلا ما كانوش عاطينها ليكم غنشوفو من بعد كيفاش نكتبوها. من بعد كدوز سبورتين سنتسز ولا الجمل المساعدة ولا الجمل الداعمة، دير فيرست الجملة الأولى، moreover الجملة الثانية، besides الجملة الثالثة، وفي الأخير كدير to conclude وكتحاول أن تلخص الفقرة ديالك في واحد الجملة ولا كتعطي الرأي ديالك. هذه المنهجية ديال الفقرة. ملاحظة، هذه ماشي منهجية جاهزة. نعاود مرة أخرى، هذه ماشي منهجية جاهزة، هذه منهجية ممكن تضيف فيها وتبدل فيها بزاف ديال الحوايج وتضيف فيها معلومات خاصين بك. المنهجية الجاهزة تعتبر حاد غش، يعني إلا مشيتي جبتي واحد المنهجية من الإنترنت وكتبتيها في امتحان، هذه حالة غش. من الأحسن تكتب غير 4 ديال الصورة داكشي ديالك وتستخدم هذه المنهجية. هذه topic sentence الجملة الأولى، موضوع first، moreover الجملة الثانية، بصال الجملة الثالثة، to conclude الجملة الختامية، تدير واحد الخلاصة. أحسن من تجيب واحد فقرة فيها 10 ديال السطورة فقط جاهزة كتبها 100,000 واحد قبلك وانت غتجي تكتبها تنتهي. نشوف واحد المثال من امتحان وطني سابق. هنا قال لك complete the following paragraph، اكمل الفقرة التالية. هنا قال لك there are many things we can do to be great citizens. For example، يعني كاين بزاف ديال الأشياء ممكن نديروها باش نوليو مواطنين جيدين ولا مواطنين صالحين. For example، مثلا هنا الموضوع ديالك هو أنك خصك تعطي أشنو هما الواجبات ولا المسؤوليات ديال المواطنين في أي بلد. أوكي، هادشي كيدينا اليونيت 7، اليونيت رقم 7، الوحدة السابعة ديال citizenship، المواطنة. شفنا فيها مجموعة من الأشياء فيما يخص المواطنة. شفنا أن المواطن يعني عنده واجبات وعنده حقوق. الواجبات شفنا مجموعة من الواجبات، والحقوق شفنا مجموعة من الحقوق. دابا غنشوفوا أشنو هما الواجبات ديال واحد المواطن صالح. أول واجب هو we must respect others and the flag of our country، يعني خاصنا نحترموا الناس الآخرين وعلم ديال البلد ديالنا. هنا استخدمت must ولا ينبغي علينا ولا خاصنا. besides الجملة الأخرى، أوكي، هنا ممكن نستخدم besides وممكن نستخدم moreover. أوكي، بحال besides غنكتب الجملة الأخرى ولا الواجب الآخر ولا المسؤولية الأخرى. we ought to، ought to هي يجب علينا ولا ينبغي علينا. we ought to respect the rules and laws and protect the environment، يعني خاصنا نحترم القوانين والقواعد وخصنا نحميو البيئة. right. furthermore تهي عبارة عن رابط كنربطو به جملة مع جملة، رابط ديال الإضافة، كنضيفو جملة على جملة أخرى. furthermore وبالإضافة إلى هذا، good citizens يعني مواطنين صالحين، need to هي يحتاجون، need to participate in community activities، يعني خاصهم ينخرطوا ويشاركوا في أنشطة ديال المجتمع، أنشطة المجتمع. صافي، دابا غندوز للجملة الختامية ولا concluding sentence. اوكي، هاهي concluding sentence. to conclude هنا ممكن نقول to conclude ولا ممكن نقول مثلا finally، بحال finally. هنا الجملة الختامية راه هي نفسها الجملة ديال الموضوع، غير كنحاول نكتبها بطريقة أخرى. غنقول مثلا although good citizens have duties they have rights، يعني بالرغم من ان المواطنين عندهم مسؤوليات عندهم حقوق. ولا مثال اخر، غنجي نكتب هذه الجمله، هذه we can do other things to be good citizens، يعني غنكتب هذا الشيء كامل، غنكتب هذه كامله وغنزيد غير other، يعني we can do other things to be good citizens، ممكن نديروا اشياء اخرى باش نوليو مواطنين صالحين. كانت هذه هي المنهجيه ديال كتابه فقره باللغه الانجليزيه. ما تنساوش تواصلوا معايا باش نعطيكم مجموعة من التمارين وتستافدوا من التصحيح وملاحظات على الكتابة ديالكم. شكرا على المشاهدة والسلام عليكم.